باشرت الحضانات في مناطق المملكة المختلفة اليوم بإجراءات لتنفيذ الشروط الصحية والوقائية التي وضعتها الحكومة لإعادة فتح هذه الحضانات أمام المواطنين. تفاصيل أكثر مشاهدينا مع مراسل قناة المملكة أنس لحياري. أهلا بك أنس. أنس التفاصيل معك، تفضل. نعم حسين، يعني بالفعل بحسب وزارة التنمية الاجتماعية هناك نحو 1424 حضانة أطفال في كافة أنحاء المملكة. أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن نحو 632 حضانة لن يسمح لهم بفتح أبوابها اليوم، وذلك لارتباطها الإداري بالقطاع التعليمي من مدارس وكليات وجامعات. أيضا حتى هذه اللحظة من استوفى شروط السلامة العامة التي وضعتها الحكومة لإعادة فتح أبواب الحضانات مجددا هناك حوالي 37 حضانة أطفال حتى هذه اللحظة تم استكمال شروط السلامة العامة واستقبال الأطفال. للحديث أكثر عن شروط السلامة العامة التي اتخذتها هذه الحضانات، هناك أنا الآن متواجد في إحدى هذه الحضانات التي فتحت أبوابها واستقبلت الأطفال، وينضم معي السيدة نداء الخزاعي. سيدة نداء صاحبة هذه الحضانة ستحدثنا أكثر عن الشروط التي تم اتخاذها. الشروط في البداية طبعا كلها لسلامة الطفل، أول شيء تواجد دكتور أسبوعيا في الحضانة لفحص الأطفال وأخذ تقرير، التباعد بين الأطفال، أخذ 50% من عدد الأطفال في الحضانة، فحص الأطفال عند استقبالهم على باب الحضانة وتعقيم شنطهم، وعند توديع الأطفال أنه الأهل يخبرونا بلحظة المغادرة هذا الطفل الحضانة لتجهيز ويغادر، عدم استقبال الأهالي أو الزوار داخل الحضانة، عدم دخول أي شخص داخل الحضانة غير الكادر، والكادر طبعا مستوفي شروط كثيرة اللي هي فحص الكورونا، الالتزام بزي الوقاية، التعقيم المستمر، تعقيم أغراض الأطفال، تعقيم الملاعب والمرافق تاعت الحضانة داخليا وخارجيا، وجود مواد تعقيم. ستي حدثينا عن اكثر عن التحديات، احنا تحدثنا عن تحديات واجهتكم، ايش التحديات اللي واجهتكم؟ هلا التحديات اللي واجهت اكثر شيء اللي هي الظروف الاقتصاديه لصاحبات الحضانات، لانه كانت الحضانات مغلقه لفتره طويله جدا، وهذا الشيء لم يعد في مردود مادي لصاحبه هذه الحضانه اللي هي المشروع الصغير، فما استطاعوا معظم الحضانات، اذا انت عم بتلاحظ لهلا بس 37 حضانه في المملكه توفر الشروط، لانه هي مش عم تستطيع هي انها توفر كل هاي الشروط اللي بعتتها لنا وزارة التنمية. شكرا لك. نعم يا حسين، يعني بالرغم من وجود أيضا يعني شروط كثيرة وبالرغم من وجود تحديات، إلا أن أصحاب الحضانات لا يزالوا حتى هذه اللحظة يحاولون باستكمال هذه الشروط لفتح أبواب فتح أبواب حضاناتهم من جديد. نعم، إذا مراسل قناة المملكة أنس حياري، شكرا جزيلا لك.